يقول أقبلت على الله وبدأت أصلي، هل علي قضاء ما فاتني؟ ليس عليك قضاء ما فاتك، لكن عليك أن تعوض، لقد فاتك خير كثير. كما قال الوليد بن الوليد لأخيه خالد بن الوليد، قال يا أخي لقد فاتك خير كثير، لأن خالدا رضي الله عنه أسلم في بداية السنة السابعة هجرة، فاته بدر وأحد والخندق وفتح خيبر ومعارك اليهود وغير ذلك، الصلاة خلف النبي صلى الله عليه وسلم، الزكاة، أعمال كثيرة خير فاته خير. 7 سنوات في المدينة وعشر 13 سنة في مكة، يقول لقد فاتك خير كثير. ونقول لهذا الذي يعني ترك الصلاة هذه الفترة، نقول لقد فاتك خير كثير، كثر من النوافل، نوافل الصلاة، نوافل الزكاة اللي هي الصدقات، نوافل الحج، نوافل العمرة، نوافل البر، نوافل صلة الرحم، نوافل إحسان إلى الناس، نوافل الذكر، قراءة القرآن، عوف.